مشاهدينا برحب بيكم وحلقة جديدة من سر المهنة. في حلقتنا النهاردة هنتعرف على أحد التخصصات الهامة في قسم الكهرباء بالتعليم الفني، وهو تخصص الآلات والمعدات، وهنتكلم من خلاله عن أحد الموضوعات الرئيسية اللي بيتم تدريسها، وهو المحولات الكهربائية. تعالوا معنا مشاهدينا الكرام نتعرف على هذه الموضوعات من خلال ضيفي أستاذ محمد فؤاد، معلم نظري وعملي تخصص كهرباء. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا، سعيد بوجود حضرتك معانا. طبعا قسم الكهرباء يعني لا شك من الأقسام المهمة جدا في التعليم الفني. تمام فهم. تمام، لو اديت لنا برضو يعني معلومه سريعه كده عنه، يعني عن التخصص. زي ما حضرتك، التخصص ده تخصص يعتبر من احد التخصصات الهامه في المدارس الصناعيه بجانب التخصصات الميكانيكيه او التخصصات الالكترونيه. تخصص الكهرباء بيتشعب من داخله لاكثر من شعبه كهربائيه: شعبه الالات والمعدات، شعبه التركيبات الكهربائيه، شعبه التحكم او الكنترول. شعبة الآلات والمعدات الكهربية بيبقى فيها الطالب بيدرس مجموعة آلات ومعدات بتساعده في المحطات أو في شغل المحطات أو في شغل المصانع أو في الشركات على حسب استخدامها، من ضمنها المحركات الكهربية، المولدات، المحولات الكهربية اللي إن شاء الله هنتكلم عنها النهاردة. تمام، إيه الفرق بين المحولات والمولدات؟ تمام يا فندم. المولد ده هو ده الاساس في توليد الطاقه الكهربائيه او الحصول على الجنريتور، اللي هو بيبقى فيه هو ده اساس الحصول على الطاقه الكهربائيه، اللي هو منبع الطاقه الكهربائيه اللي بيبقى موجود في محطات التوليد. المحول الكهربي هو عباره عن اله او اداه كهربائيه، طبعا بتبقى كهروستاتيك ساكنه ما فيهاش اي اجزاء متحركه، هي دي اللي بتبدا تعمل تاخد الخارج بتاع المولد وتعمل له عمليه خفض او رفع على حسب التطبيق اللي انا شغال عليه. ده الفرق ما بين الفرق الواضح ما بين الاثنين. تمام، انا شايف في بعض الاجزاء الاجزاء اللي قدامنا دي. تمام، دي حضرتك مجموعه، ده عباره عن محول كهربي، هو في التركيب الاساسي بتاعه في الاساس بيبقى عباره عن قلب حديدي. القلب الحديدي ده بيبقى عباره عن قلب مصنوع من شرايح الصلب السيليكوني المعزوله عن بعضها. تمام، بتصنع في شكلين، يا اما شكل حرف يو زي اللي احنا شايفينه دلوقتي ده كده، او بيبقى فيه شكل تاني اللي هو شكل حرف الاي. سواء حرف يو او حرف اي، بيتركب على الأذرع بتاعة القلب مجموعة من الملفات اللي بتسمى بملفات المحول. بيبقى فيه منها نوعين من الملفات، ملف بنسميه ملف ابتدائي. تمام، الملف الابتدائي ده هو ده اللي بيوصل بالمصدر اللي أنا عايز أعمل له عملية الخفض أو الرفع للتيار أو الجهد، وبيصنع من بكر، يا إما بيبقى قلب زي ما حضرتك شايف كده من الفبر، والقلب الداخلي بيبقى قلب هوائي وملفوف عليه ملفات من سلك من النحاس الأحمر المعزول بالورنيش، وبيتركب على احد الاذرع بتاعه القلب الحديدي. طبعا القلب الحديدي عشان تكتمل الدائره المغناطيسيه في التشغيل الخاص بيه لازم بيتقفل من اعلى بحافظه على شكل حرف اي زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط اهو، عشان تكتمل دايره المجال او الفيض المغناطيسي ويبدا المحول يشتغل. لان من نظريه عمل المحول الاساسيه بيعتمد على حاجه اسمها الحث المتبادل بين الملفات بدون اي اتصال مباشر ما بينهم. زي ما حضرتك شايف كده هنا مثلا اهو، وبنبدا نركب مثلا على سبيل المثال ملف من احد الملفات كده، طالما انا موصله بالمصدر يبقى ده يسمى بالملف الابتدائي. الخارج بقى بناخده من على الملف الثانوي. تمام، طبعا يعني كل حاجه فيها تطور، يعني هل ده احدث حاجه ولا لا؟ ده مش احدث حاجه طبعا، ما في حاجات حديثه كتير جدا نزلت في الاسواق، وده طبعا ده مجرد مثال بسيط ممكن بيتعلم عليه الطالب، بيحوي الاساسيات. بالظبط كده، الاساسيات هي واحده في التشغيل، بتبقى واحده سواء المحول كان بالحجم ده او سواء كان محول بيستخدم في محطات رفع فرعيه عشان اقدر انقل على خطوط النقل. تمام، طيب احنا ممكن نشوف يعني فيديو وحضرتك تعلق لنا عليه. اتفضل. ده حضراتكم كده، ده شكل محول من احد المحولات اللي احنا بنستخدمها في المحطات الفرعيه للرفع او للخفض. احنا في البدايه خالص بيبقى بعد التوليد او بعد مرحله التوليد، لما بنيجي ننقل القدره الكهربائيه او الجهد الكهربي لمسافات طويله ممكن بيفقد منه قيم في خطوط النقل، فعشان اقدر اتغلب على هذا الفقد بنعمل عمليه رفع بعد محطه التوليد مباشره باستخدام المحول اللي حضراتكم شايفينه كده على الشاشه. وده بيبقى هنا دي المكونات الخاصه بيه، الجسم الخارجي او التانك الخارجي اللي هو بيبقى فيه الملفات من الداخل، وده دايما لازم حضرتك بيبقى مشبع او داخل خزان مملوء بالزيت لعمليه التبريد والعزل بين الملفات وبعضها.
وفي الجزء الاعلى اللي هو التانك الاعلى دوت، ده بيبقى تانك احتياطي للزيت، عشان في حاله ما ان اثناء عمليه التشغيل الزيت الداخلي للتانك الداخلي الاساسي ابتدى يسخن بيعمل يحصل له عمليه تبخر، فالتانك الخارجي او الاحتياطي بيعوض النقصان في الزيت الداخلي. وطبعا الاطراف اللي طالعه في الاعلى ديت دي الاطراف بتاعه التوصيل الخارجيه اللي احنا بناخدها على الاحمال وخطوط النقل. الشكل اللي قدام حضراتكم من الداخل ده عباره عن الملفات للثلاث اوجه، لان ده محول ثلاثي الاوجه بيشتغل 3 فيز، بيتقسم لثلاث ملفات او ثلاث اجزاء، كل جزء بيتكون بيخص فيزه او وجه معين من الاوجه الثلاثه للشبكه الكهربائيه. ودي زي ما حضراتكم شايفين في اطراف التوصيل باعلى لازم بتبقى معزوله بمواد عازله مصنوعه من الخزف او من الصيني، عشان اقدر افصل ما بين الملفات وما بين الدايره الخارجيه للمحول. ودي الطبقات بتاعه الملف الواحد، كل طبقه بيطلع منها الطرف التوصيل الخارجي، تمام. وهنا بيلون اهو، بيعرفني هنا لما اكتملت الدايره ان القلب ابتدى باللون الاحمر اتغير باللون الاحمر، ده معناه ان الفيض المغناطيسي ابتدى يسري ما بين الملفات وبعضها وبيكتمل. ولو حضرتك شايف هنا دي عباره عن قلب مغناطيسي على شكل حرف اي بثلاث أذرع. جميل، تمام. طبعا يعني ده في هنا اشكال واحجام على حسب القدره طبعا بيصنف او بيتم اختياره. دي حضرتك برضو هنا في حاجه مهمه جدا، الموجه اللي مرسومه في جانب الشاشه دي موجه بتسمى بالساينوسويدال ويف او الموجه الجيبيه، ده بيبقى شكل التيار المتردد اللي احنا فعلا بنشتغل عليه في حياتنا اليوميه. لان المحاول ما بيشتغلش غير مع التيار المتردد فقط. امتى الطالب بيبتدي يدرس المحاولات الكهربائيه؟ في المرحله بيبدا بياخد المبادئ الاولى ليه في الصف الاول، وبيبدا يتعمق بياخد الشكل الكامل ليه في المرحله الثانيه او في الصف الثاني. بيبقى له امتداد في ثالثه ولا هو بس؟ لا، هو بيبقى في الصف الثاني، هو بيبدا جزء من الاولى وبيبدا بعد كده في الصف الثاني بيبدا يشتغل بيه تطبيقاته بعد كده. بدايه تعرفه بالماده بتبقى ازاي؟ في الاساسيات الاولى بالاول طبعا بنعرفه ايه هو المحول، بعرفه بعد كده ايه تركيبه، نظريه العمل الخاصه بيه، بنديله بعض التجارب البسيطه كتطبيق على عمليه التحويل اللي بتتم من خلال المحول، بعرفه بعد كده على التطبيقات المختلفه اللي احنا ممكن نستخدمه فيها. تمام. سهل الحصول على المحولات اللي بيستخدمها الطلاب؟ يعني اعتقد غير مواد تانيه بتحتاج تقنيه اعلى. تمام. المحول هو دلوقتي سهل جدا الحصول عليه، يعني سواء كان باحجام كبيره تخص المحطات الفرعيه الكبيره، دي بيبقى في شركات مصنعه مخصصه لهذا الامر. المحولات الصغيره اللي احنا ممكن نستخدمها على مستوى الابلكيشن المنزلي او الحاجات البسيطه مثلا في الاجهزه الالكترونيه، دي بتبقى وارده جدا ومتاحه في محلات الالكترونيات. ايه الابلكيشنز اللي ممكن نستخدمها في المنزل باستخدام المحولات الكهربائيه؟ هقول لحضرتك، يعني ابسط حاجه اللابتوب مثلا. اللابتوب عشان يشتغل ده ما بيشتغلش دايركت على 220 فولت اي سي او التيار المتردد اللي احنا بنشتغل عليه في المداخل بتاعه. بيحتاج ان هو يتعمل له عمليه كونفرت او تحويل او تبسيط لجهد يقدر يشغل عليه، هو تقريبا بيبقى حوالي 15 فولت دي سي. بستخدم الادابتور اللي هو او اللي احنا بنقول عليه بقى هنا المحول عشان يخفض الجهد دوت، وبعد كده بيتم فيه مرحله اسمها مرحله التوحيد عشان يقدر يشغل اللابتوب دايركت دي سي على بطاريه. ده من ضمن التطبيقات. تطبيقات اخرى مثلا زي الاجهزه الالكترونيه كلها اللي ما بتشتغلش على 220 فولت في البيت، دي برضو لازم بتحتاج لها ترانسفورمر عشان تبدا تخفض قيمه الجهد. ده كاستخدام منزلي. فالاستخدام المنزلي دايما بيبقى عباره عن محولات خافضه للجهد. الشواحن بقى والاجهزه الالكترونيه، اللابتوب، الشاشات، كل ما هو ما بيشتغلش على 220 فولت لازم له محول عشان يقدر يخفض الجهد بتاعه. تمام. بس عادة احنا بنتعامل مع المحولات دي على انها بتبقى حاجة يعني جاهزة كده، يعني هل الطالب مهم ان هو يعرف ازاي هي بتتكون من ايه ومعلومات اخرى مهمة عنها؟ تمام. زي ما حضرتك بتقول ان المحول اوكي بيشتغل، احنا بنجيبه جاهز بنوظفه في المكان اللي احنا عايزينه، لكن لو نفترض ان حصل له اي حاجة بيترمي ونجيب غيره ايه بالظبط؟ لا، هو دي تمام، دي حضرتك بتبقى تكلفة وعبء اقتصادي. يعني انا ممكن الطالب بيتعلم طبعا ازاي يلف المحول، ازاي لو حصل مشكله مثلا على سبيل المثال احنا جايبين حاجه زي كده عشان برضو تبقى باينه، دي بنسميها تفليج في الشرايح. التفليج ده لو حصل مثلا ازاي يبدا يتم التغلب عليه وصيانته عشان ما يسببش مشاكل، وخصوصا لو الطالب اشتغل كمان جوه احد مصانع التصنيع. ارفعها بايدك بس. اوكي تمام. هي مثلا حضرتك هنا مثلا على سبيل المثال في القلب هنا
ما يسمى اللي احنا شايفينه دي هنا عبارة عن شريحة بنسميها تفليج في الشرايح. الشرايح هنا منعزلة. ده يعتبر عيب يعني؟ ده يعتبر عيب، بيسبب لوسز في المحول. بيسبب مشاكل طبعا، هيبقى فيه زن، هيبقى فيه سخونة طبعا للمحول، ده بيؤدي لمشاكل كتير جدا نتيجة زيادة درجة الحرارة وفقد طبعا في الباور الخاص بالمحول. فالطالب لازم يبقى عارف الحاجات دي كلها عشان لو اشتغل حتى في مراحل التصنيع. المصانع الكبرى طبعا، مصانع المحولات بتبقى محتاجة أفراد فنيين مجهزين لهذا العمل. جميل جدا. بس بيتعلم برضو ازاي يصلح العيب. تمام. تمام. يعني لو في هل ممكن ان هو يتعلم ازاي هو بنفسه يعمل محول؟ تمام. احنا في البداية خالص طبعا بنعرفه الصيانة كصيانة معدات وآلات، وبعد كده بيبدأ ازاي يعرف يصنع. بيبدأ بنديله مثال بسيط جدا، ان هو بنديله البكر اللي احنا شايفينه دوت، هو ملفوف طبعا زي ما قلت لحضرتك على قلب فبر، بنديله خامات من الفبر ونديله مجموعة من الأسلاك النحاسية على حسب طبعا الحسابات اللي بنبدأ نحسبها اللي احنا محتاجينها من البقرة، وبيبدأ يشتغل وبيلف البقرة فعليا ويجربها على قلب زي كده، بنديله القلب عشان يقدر يجرب عليه ويشتغل يشوف فعلا الدائرة اللي هو صممها أو البقرة اللي هو صممها طلعت صحيحة ولا لا. ازاي الطالب يختبر في الجزئية دي؟ في الجزئية دي. تمام. طبعا بالنسبة للشق النظري بتبقى اختبارات تحريرية عادية جدا عن التركيب ونظرية العمل ونظرية التشغيل، لكن في العملي في الشغل العملي بنديله تجارب او بنبدأ نختبره في مجموعة تجارب. المفروض فعليا لازم يكون فاهم اساسه شغل المحولات. يعني ممكن نعمل تجربة مثلا بسيطة لو الوقت يسمح. تمام. احنا ممكن نوصل كده. هنقول طبعا احنا في البداية قلنا ان احنا الجزء الاساسي قلب حديدي للمحول عشان يقدر نشغل عليه الدائره المغناطيسيه بتاعتنا، وفي ملف ابتدائي ده اللي هو بيبقى موصل بالدخل بتاع الباور او الكرنت اللي عندي، بنبدا نركبه على احد الازرع زي كده عشان نشغله. تمام. الملف السنوي او الجزء الثاني اللي انا هاخد من عليه الخرج بتاع المحول اللي هو الدراع الثاني، هنعمل هنا تجربه بسيطه جدا ان انا ازاي اوظف المحولات في عمليه اللحام في المصانع مثلا بتاعه تجميع الاجهزه واللحام. هنوصل هنا جزء عبارة عن ملف، الملف ده مصنوع من النحاس زي ما حضراتكم شايفين، وفي هنا نقاط بتتلامس مع بعضها. النقاط دي لما بتتلامس مع التيار العالي بتبدأ تعمل نقطة او تسيح للمعدن وعشان يبدأ يعمل عملية اللحام الخاص بيه. فنبدأ نشغلها مثلا زي كده. ده اسمه ايه ده اللي انهي اخر حاجه ده؟ ده ملف من النحاس بس مصنوع زي ما حضرتك شايف كده من نحاس مقوى، مش زي السلك المرن العادي يعني. تمام. عشان اقدر يستحمل التيار العالي اللي هيمر فيه، وفي نفس الوقت اقدر يخلي الطالب يطبق عليه. طبعا لازم كده الدايره ما تقدرش تشتغل، لازم عشان اقدر اشغل الدايره بتاعتي او تكتمل لازم اقفل بالحافظه المغناطيسيه زي ما حضرتك شايف كده اهو عشان المسار يكتمل، ونبدا نوصل الباور. تمام. توصيل الباور طبعا ده اسهل حاجه يعني. بس تمام. هو طبعا في صوت زنه. في صوت زنه. تمام. بص زي ما حضرتك شايف كده مثلا دي قطع من الصاج او الصفيح، هنبدا خطوره كده في التعامل. لا مفيش اي مشاكل. لا مفيش مشكله. هي احنا طبعا احنا عارفين ان ده طالب فلازم نبقى مأمنين نفسنا في التعامل يعني. دي صاجه لمست اي حاجه؟ لا مفيش اي مشكله خالص في التشغيل، مفيش مشاكل. شغاله من غير اي مشكله. حتى القطع النحاسيه دي مفيش اي مشكله برضو. هي طبعا بيمر فيها تيار بس احنا هنا عاملين عازل عشان خاطر زي ما حضرتك شايف كده عمليه اللحام. دي قطعه صاج مثلا انا عايز اعمل عمليه لحام ليها، فبنبدا بنحطها بين الاطراف زي كده، ومجرد ان انا بدوس كده اهو بتبدا زي ما حضرتك شايف الشراره او الشرز اللي بيطلع ده اللي بيطبق فعليا في المصانع او في عمليات اللحام اللي بيسموه اللحام بالنقطه عشان يعمل عمليه تسيح اهو زي ما حضرتك شايف كده اهو. تمام. دي احد التجارب مثلا اللي احنا ممكن بندرب عليها الطالب في المراحل الاولى. نفصل بقى الكهرباء عشان الصوت عالي. تمام. جميل جدا. ده بيكفي ان الطالب يتمكن من تعامله مع المحاولات؟ بص حك طبعا ككفايه ما تبقاش كفايه يعني، هي دي بتبقى مرحله مقدمه اللي ممكن هيشوفه بعد كده في الدراسه المتقدمه في الكليات. يعني هو الاساس الاولي بيبقى في المدرسه. لكن بعد كده التوسع في التخصص طبعا بيبقى في الكليات التكنولوجيه او في مجال العمل او في مجال العمل بالظبط كده، بيبقى الموضوع اوضح شويه واوسع. تمام.
لكن بياخدوا المبادئ الاساسيه المهمه اللي تمكنهم ان هم يتعاملوا بعد كده مع اي مستحدثات. بالظبط يعني. كده يعني هو دايما بيبقى الاساس واحد. احنا بنبني الاساس فيهم عشان يقدر بعد كده مهما قبله من توسعات بتبقى قائمه على نظريات اساسيه. يعني كل العلماء في التخصص هم بيحطوا قواعد اساسيه بنمشي عليها باقي الاجيال. الجانب الابداعي للطالب بيظهر ازاي في تعامله مع المحاولات؟ تمام. حضرتك لو هو بيلف البقره زي ما قلنا في البدايه خالص اللي هي البقره اللي عليها الملفات، طريقه لف البقره نفسها المفروض بيبقى فيها حرفيه شويه بتفرق من طالب لاخر. يعني مثلا على سبيل المثال شكل زي اللي احنا شايفينه هنا اللي هو واضح ده ممكن الطالب يعمله ممكن يعمله. يعني هي دي كانت وسيله تعليميه جايه جاهزه بس ممكن الطالب بيلفه، احنا بنخليه بيقدر يلفه. فازاي يقدر يلف الملفات ويبدا يعمل عمليه العزل ويصنع القلب الداخلي كمان نفسه؟ يعني احنا هنا مش مجرد بس ان احنا بنجيب له قلب وبيلف عليه، لا ده احنا بنديله الفبر في الماده الخامس صريحه ليه ويبدا يقصها ويعمل لها عمليه القطع والتسويه ويجمعها في الشكل القلب الداخلي وياخد السلك النحاس بعد كده ويبدا يلف الملفات. لو هو ما عندوش الحرفيه والابداع في لف الملفات بشكل كويس، الملفات ممكن كلها تجمع في جزء واحد هتؤدي لمشكله في التشغيل، مش هتخلي المحاول يشتغل بكفاءه كما هو مطلوب منه. في عمليه التجميع نفس الكلام. تمام. ممكن الطالب يعني من خلال الشغل ده اللي بيتعلمه ممكن يعني يبتكر شيء؟ مش في كل التخصص، يعني مش شرط ان يكون في ابتكار في مجالات التخصص. وهل التخصص ده هل يعني مرتبط بمجالات اخرى؟ تمام. يعني شغل المحولات الكهربيه مش مقتصر بس على ان احنا نعلمه كده ويشتغل في تطبيقات منزليه. يعني حضرتك في شغل المحطات الكهربيه احنا زي ما شرحنا على الفيديو من شويه طبعا بقى في انواع محولات بتختلف يعني مختلفه تماما يعني على حسب الاستخدام. يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه بحتاج بعض محولات الرفع عشان ترفع لي قيمه الجهد الخارج من المحطه عشان لما وانا بنقل في خط التوزيع او في خط النقل، وبعد كده بعمل عمليه خفض بمحولات اخرى عكس الاولى عشان تنزل جهد التوزيع وجهد التشغيل. تمام. ليه بتاخد الشكل ده؟ الشكل التركيب بتاع المحول هو على فكره مش شرط الشكل ده مش ثابت. يعني ده على حسب برضو حضرتك نوع وحجم ووظيفه المحول اللي انا هستخدمه. على حسب التطبيق اللي انا هوظف فيه، لكن في الاساس لازم يكون المحول موجود فيه قلب حديدي، بقره او ملفات ابتدائيه وملفات سنويه. ده الاساس في كل انواع المحولات المستخدمه مهما كان حجمها مهما كان التطبيق الموجود فيها. ولكن الشكل الخارجي او الشكل العام بيختلف على حسب التطبيق. هل نقدر نقول ان برضو دي الاحجام المناسبه للتعلم؟ بالنسبه للطالب في المرحله دي في المرحله دي ده الشكل المناسب للجزء ده. يعني بيبقى في احجام دقيقه جدا وصغيره جدا منها صعب يعني في احجام اللي هي مثلا اللي بنستخدمها في بعض العاب الاطفال والاجهزه الالكترونيه المنزليه بتبقى بسيطه جدا، فما بيبقاش واضح بالنسبه للطالب شكل الشريحه عامل ازاي. يعني هنا مثلا الجزء من الاجزاء ان هنا دي شرايح، فالشرايح دي ممكن ما تبقاش باينه بالنسبه للجزء او الابلكيشن الصغير اللي موجود في لعبه الاطفال او في الجهاز الالكتروني. فلازم يبقى الحجم مناسب للطالب ورؤيته ورؤيه الملفات كمان. دايما واحنا كنا يعني صغيرين بنحب نفك اللعب ونطلع منها الحاجات تمام فيعني هم برضو بيفيدهم ان هم يفكوا. بيحصل كتير فعلا، بنقابل فعلا طلبه كتير ممكن يفكوا اي جهاز موجود عندهم في البيت في العمل، صادفهم وجود جهاز ونلاقيه فعلا جاي بيسال طب ده حضرتك انا شفته مثلا في الجهاز الفلاني، طب هل ده زي المحول اللي عندي؟ طب هل ده بيشتغل زي ده؟ طب انا لو حبيت اعمل واحد زيه؟ طب انا لو حبيت اصلحه؟ بنقابل طلبه فعلا بيبقى عندها طلب المهتم بقى واللي عايز يعني عندها ما شاء الله فضول في العلم كتير، يعني بنلاقي نسبه طلبه عاليه جدا في استفساراتها. لابد ان بيكون دايما بعض الطلاب بيثيرهم موضوع معين كده فتلاقيهم بيهتموا. وده بيبقى فعلا موجود بنقابله كتير جدا واحنا شغالين وخصوصا في الجزء العملي. الجزء العملي بالذات لانه بيثير عند الطالب الحاسه بتاعته ان هو يبدا يبتكر وعايز ان هو يعمل حاجه زي ديت، طب دي ممكن تتعمل ازاي؟ هل اقدر اصممها بنفسي؟ وهكذا. تمام. لكن ده تابع لقسم الالات
والمعدات الكهربائية. والمعدات الكهربائية. ده جزء من التخصص العام اللي هو تكنولوجيا الكهرباء. بقية التخصص بقى في ايه؟ في زي ما قلت لحضرتك بيدرس جزء خاص بالجنريتور او المولدات الكهربية. الجزء الثاني بيدرس المحركات الكهربية طبعا وطرق لفها وتشغيلها وحمايتها. كل جزء من الاجزاء الثلاثة سواء كان المولد او المحرك او المحول دي بتصنف آلات ومعدات كهربية. مرتبطين ببعض. مرتبطين ببعض لان احنا في الاول وفي الاخر بتبقى في دايرة كهربية بتربط كل المكونات دي مع بعضها في الاخر. على حسب طبعا تشغيلها وعلى حسب الوظيفة اللي احنا نقوم بيها. هل بتعاني مع الطلاب ان هم يفهموا الحاجات دي؟ في بعض الاوقات. في بعض الاوقات بيبقى في شوية صعوبة زي ما قلت لحضرتك يعني ممكن يبقى في فروق فردية ما بين الطالب واخر بتبقى شوية مرهقة يعني. بس في الاول وفي الاخر طبعا بنبقى حاطين في اعتبارنا ان دول يعني هنقول اخواتنا الصغيرين واولاد ناس جايين في امانه في رقبتنا فلازم ان احنا يعني ايه اهم حاجه ان يكون كل طالب صبرين. بياخد حقه في التدريب العملي لان التدريب العملي ده اهم شيء. ما طبعا هو التدريب العملي بيبقى مخطط ليه توقيتات معينه على حسب طبعا على مدار العام الدراسي بالكامل للجزئيه المناسبه او اللي بيبقى ليه الوقت المناسب للجزئيه اللي بيتم شرحها او الشغل عليها عشان يكفي الطالب ان هو يقدر يستوعبها. تقييمهم بيكون نظري وعملي؟ الاثنين بيبقى في المدارس الصناعيه لازم ما بنعتمدش على الشق النظري فقط ولازم العملي كمان لان ده هنا بيطلع عامل المفروض يبقى عامل ماهر يبقى عنده خلفيه عن العملي هيبقى ازاي في الامتحان ولا بيتفاجئ بحاجه؟ لا هو طبعا ما يعرفش خلفيه الامتحان ايه هو طبعا بيبقى عارف ان هو هيختبر في شيء من الاشياء اللي هو او الجزء من الاجزاء اللي هو تم دراستها على مدار العام عشان خاطر نقدر فعلا نقيم المهارة بتاعته هل فعلا الأداءات المهارية بتاعته مناسبة لما تم التعلم عليه ولا لا. جميل جدا. لكن ده بيؤهله لإيه فيما بعد يعني المهارات اللي بيكتسبها عشان لما يدخل سوق العمل؟ تمام. هو حضرتك التعليم الفني من المفترض ان بيبقى فيه خطه ان هو ربط سوق العمل بالتعليم بالتعليم الفني. هل حضرتك من وجهه نظرك ان حاليا التعليم الفني نقدر نقول مرتبط بشكل كبير ولا مش قوي يعني ب لا مش سوق العمل؟ لا مش بصراحه هو مش في بعض الضعف شويه في الربط مع سوق العمل في الاونه الاخيره بالذات يعني كان في الاول كان ممكن ده بسبب التقدم السريع وان احنا يعني ما بنحدثش بسرعه في تقدمات سريعه بتحصل وفي تكنولوجيا حديثه بتظهر احنا محتاجين تحديث الموضوع أكثر. بيحتاج امكانيات برضه بالظبط طبعا محتاج امكانيات ومحتاج دايما متابعه وفلوس. في التعليم الفني يعني بيبقى في اجهزه ممكن تكون مكلفة جدا بتبقى ممكن يبقى حجمها صغير جدا وبتبقى ثمنها عالي يعني. طيب في الحاله دي هل مثلا ممكن بتستندوا الى الفيديوهات المصورة للشرح وهل دي طريقة كويسة؟ تمام. بص حاجة ودي يعتبر من معينات التعليم اللي احنا بنستخدمها ان احنا نستخدم الداتا شو واللابتوب داخل المعامل او داخل الورش. بنبدأ بحيث ان احنا الاول عشان الاعداد طبعا بتاعة الطلبة والتكدس في الفصول بنشرح الاجزاء الاول على الداتا شو وبنوري مراحل تصنيع زي مثلا الفيديو اللي كنا عارضينه من شوية بنوري مثلا مراحل تصنيع عملية سيميوليشن لتشغيل آلة أو معدة معينة وبعد كده بيبدأ الطالب يتدرب بإيده بقى في داخل الورشة أو داخل المعمل. بتكون وسيلة كويسة ان هو يستوعب امور كثيرة في البداية طبعا قبل ما يلمس بقى بالظبط يعني احنا لو قلنا بتبقى طبعا بتلمس يعني التعلم بحاسة البصر والسمع مع بعض في وقت واحد بيبقى ليها طبعا ميزة ان يعني حتى الفيديوهات دي ممكن تكون متاحة عنده في البيت يعني في البيت تمام بعمل بحث عنها ويعيد ويزيد فيها وخصوصا طبعا وخصوصا دلوقتي حضرتك مع التقدم التكنولوجي والانترنت والمواقع واليوتيوب والكلام ده كله يعني نقول ايه اكثر حظا عن ما قبل بالظبط كده لحضرتك مثلا بالظبط كده فعلا يعني احنا ايامنا ما كانش فيه يوتيوب ما كانش فيه مثلا مواقع نقدر ندور عليها دلوقتي اي سيرش على اي بحث انت عايز تعمله بننزله على طول وبتلاقي عنده معلومات يعني ما شاء الله كتير طبعا جدا طبعا طبعا صوت طبعا وصوره كل حاجه فهم فرصهم افضل للتعلم فيعني ربنا يصل لهم الحال دي فرصه بالنسبه لهم متاحه ان هم يستغلوا كل التقدم التكنولوجي اللي حواليهم ووسائل الاتصال الفعاله عشان يقدروا ينموا نفسهم يعني. تمام. طبعا الاهم من العلم خاصه في المجال الفني ان الطالب يعني مش بس يتعلم لا هو لابد ان هو يخرج جديد ياتي بجديد يبدع في شيء الابداع فيعني هل بتوصلوا الرساله دي للطالب انك مش مهم انك بس تتعلم يعني سهل ان الواحد يتعلم حاجه لكن مش سهل انه
يأتي بجديد. احنا كمعلمين من المفترض ان احنا بنشتغل على هذا الجزء ان احنا بس مش مجرد التعليم وحشو معلوماتي، بس في حاجة برضو هنا بتتعلق بالطالب نفسه. الطالب هو جاي المدرسة جاي عشان خاطر يعمل ايه؟ هدفه ايه؟ هدفه ان هو ياخد شهادة متوسطة ويكتفي، ولا هدفه ان هو فعلا يكمل وطموحه ان هو يقدر يوصل لمرحلة اعلى؟ دي بتساعد معانا يتعلم مهنته وحرفته بشكل بالظبط بشكل جاي. متميز يتميز في المكان دوت. يعني احنا معظم حضرتك الصناعات اللي احنا بنشوفها الناس الحرفيين اللي فيها القدامى هم نموا نفسهم ازاي؟ انهم حبوا ان هم ينموا نفسهم في المجال وحبوا ان هم ينجحوا. فالطالب هو بيبقى جاي لو هو فعلا حاطط في اعتباره النجاح والتقدم، ده بيسهل معانا طبعا العمليه. هل بتلاقي طلاب متميزين بشكل عالي جدا؟ وازاي بتتعاملوا معاهم؟ هل بتشركهم في المسابقات العلميه اللي بتقام سواء كانت في مصر او خارجها؟ تمام. في حضرتك طبعا بتبقى نسبه من الطلبه بيبقى ما شاء الله عليهم المبدعين شويه وفكرهم كمان بيبقى عالي. يعني احنا ممكن ساعات بنقابل بعض الطلبه يسبقونا بالكلام عن الجزئيه اللي احنا بنتحدث فيها. ده تواضع من حضرتك. يعني هم ما شاء الله عليهم يعني ربنا يزيدهم. يعني احنا بنتمنى ان كل الطلبه تبقى كده يعني. فدول حضرتك بنبدا نستغلهم، بنبدا نحتويهم وبنعمل لهم انشطه سواء على مستوى الاداره التعليميه او داخل المدرسه نفسها او لما بيبقى في على مستوى المحافظات بنبدا نشركهم فيها. عشان يبدا ان هو لما يشترك مع فرد زيه او طالب زيه بيبقى في تناقل او في تبادل الافكار بتبقى افضل للطالب. تمام. بشكرك في ختام الحلقه استاذ محمد فؤاد، معلم نظري وعملي تخصص كهرباء. سعدت بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، يعني اتمنى ان احنا نكون خدنا فكره معقوله عن المحولات الكهربائيه وهذه الماده اللي بتدرس في التعليم الفني القسم كهرباء تخصص آلات ومعدات. طبعا التعليم الفني بلا شك هو قاطرة التقدم، ولابد ان احنا دائما ننظر إليه بنظرة مختلفة عن ذي قبل، لأنه قادر على ينقلنا لنقلة نوعية كبيرة جدا لو اهتمينا بيه، ولو الطلاب عرفوا قيمته، ولو كل طالب في التعليم الفني عرف وقدر إن هو المجال اللي هو فيه ده مجال مش قليل، مجال مطلوب جدا، مجال قادر إنه ينهض به وببلده. شكرا لكم، نلقاكم في حلقة أخرى وسر المهنة. إلى اللقاء.